هرجع بقى للملف. وهي مش رابطه. وهي مش رابطه؟ لا لجنه. هي دلوقتي لجنه؟ اللائحه القديمه لجنه. طب ما اللائحه الجديده رابطه. واحده واحده بقى. لازم اقول لك اوضح عشان انا عارف انت الحاجات دي ما تفوتهاش. ايوه. اللائحه القديمه الحاليه لجنه، يعني لجنة. يعني ما لهاش قرارات، هي تقول توصيات. هقول لك هقول لك ايه دليلي. ماشي. طبعا النائب احمد دياب ده اخويا، راجل محترم جدا، راجل شاطر جدا، كادر محترم. كابتن عماد متعب اللي هو صفي، النائب طبعا اللي هو ثروت سويلم، كابتن شريف طبعا، مهندس خالد رفعت، نسيت مين؟ شايف انت قلت كل الاسماء. والحاج عامر. حاج عامر طبعا. فاسامي كلها محترمه جدا. لكن في نقطة هي الرابطة دلوقتي. هل تقدر تعمل حساب مالي؟ لا. يبقى لجنة وفقا للائحة القديمة. يعني ما تقدرش تعمل حساب مالي؟ لا طبعا، لازم الاتحاد هو اللي يفتح حساب مالي للرابطة. الرابطة ايه هي الأول؟ واحنا لازم نعرف ايه الرابطة. طب ما تيجي معاك. نجيب بقى تيجي نجيب الموضوع بقى على عدلته. أنا معاك. نرجع لورا. فلاش باك. كابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم. مطلوب منك ملف، الملف دوت هو إعداد كل مقومات عمل رابطة دوري مصري محترم ومحترف. تعال نبتدي من هنا، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إحنا مجينا نعمل اللائحة وفقاً للتكليف من الفيفا، فابتدينا نبص على كل حاجة. تمام. الملف ده أنا مسكته فابتديت أبص عليه، لقيت إن زي ما أنت قلت كده، نرجع للتاريخ. كان في قبل كده لجنة اتعملت أيام المهندس هاني بوريدة، وتقريباً برضو أيام كابتن سمير زاهر. كان يترأسها كابتن حسن حمدي، ثم تقريبا الاستاذ ممدوح عباس، وقبل كده المستشار مرتضى منصور، بعد كده كانت لجنه انديه. فهي لجنه بعد الحاج محمود الشامي جه بعد كده بالظبط. فهي لجنه تحت عباءه الاتحاد المصري. ايوه. فجينا نحط الرابطه في اللائحه الجديده اللي هي ما اتحطتش في لم تنشر في الجدار الرسميه، وبالتالي لا تسري. دلوقتي اللي بتسري هي اللائحه القديمه. ماشي. احنا عملنا لائحه جديده ما اتنشرتش. ايوه. خلاص. فاحنا دلوقتي هي لجنه. اللائحه اللي انتوا عملتوها. اللي احنا عملناها رابطه. اللجنه الخماسيه اللي انتوا عملتوها. ماشي. رابطه. لا انتوا اللائحه بتاعتكم ديت اللي انتوا عملتوها اللي هي فيها الرابطه. طبعا. دي لم يتم حتى الان نشرها في جريده الوقائع المصريه. طبعا. فبالتالي لسه لم يتم اعتمادها. بالظبط. يبقى وبالتالي دلوقتي لجنه. دلوقتي هي لجنه. لجنه. والدليل ان انا زي ما بقول لك، هل تقدر تفتح فتح حساب بنكي؟ لا. ملهاش اعتماد مالي مستقل. طبعا. ما هي ايه الرابطه الاول؟ الرابطه انت شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقل ولها مقر مستقل ووضع مالي وقانوني عشان تبارس اعمالها ونشاطاتها باستقلالية. طبعا. ماشي. ده تعريف الرابطة. ماشي. هل الكلام ده كله موجود؟ لا. عندهم هم الاستقلالية في المكان، المقر يعني، لكن هم ما عندهمش استقلالية في الميزانية على حسب ما انت بتقول. ولا ميزانية ولا لا. ما انا لسه اقول لك بقى يعني ايه رابطة الاول. ماشي. استنى بس، ده دي مهمة. ماشي. انت ما تيجي تسأل اي حد تقول له يعني ايه رابطة، بيقول لك ايه؟ مسؤول عن الحقوق وعن المسابقة. ادارة المسابقة. وقف. في حاجة تانية؟ لا. طيب لا. مش صح. الرابطة اول حاجة بتعملها لائحة اساسية. لائحة النظام الاساسي للرابطة. طيب. اول حاجة الروابط، هنجيب مثال في رابطة لاليجا، وهي دي اقرب حاجة لينا. يعني انا درست، شفت بانجلترا بريمير ليج، شفت لا ليجا، المانيا، هولندا، امارات، السعوديه، كله درسته يعني. هي لا ليجا اقرب حاجه انت ليها يعني. عشان برضو برشلونه وريال مدريد، اهلي وزمالك. فانت اقرب حاجه للاثنين دول، مع ان الفرق ان الاهلي حقوق رعايه والبس اقوى. وهقول لك ليه. من الزمالك. من الزمالك وفقا للعقوق الحقوق والعقود. ماشي. فانا هشرحها لك بعدين. ماشي. طيب. احنا دلوقتي نيجي للرابطه. الرابطة زي ما قلت لك هي شخصية اعتبارية وهي ذمة مالية ومقر كل الكلام ده. طيب الرابطة دي الأول احنا حطيناها في اللائحة بتشكل ان كل نادي من ال 18 بيرشح عضو. ماشي. وبعدين بيتم 5 أعضاء، ده اللائحة الجديدة، وفي 2 من بره الاتحاد بيرشحهم، ولا حد منهم بيبقى رئيس ولا نائب. ماشي. هم من الخمسة اللي من الأندية هم اللي بيبقوا رئيس ونائب. الرابطة يا إبراهيم الموضوع كبير جدا. انت عندك الرابطة بتاعت الدوري الإسباني مثلا بتدير المسابقه، لو بيديرها خفير ارتباس. خفير ارتباس بالظبط. طب انت عارف خفير ارتباس؟ انت عارف رئيس الاتحاد ده مافيوزو يعني؟ لا التال قتله خفير ارتباس، لكن انت مش عارف رئيس الاتحاد الاسباني. طب رابطه الدوري الانجليزي عندك اسمه ريتشارد سكودا. سكودا مور. ايوه. طيب هل تعرف رئيس الاتحاد الانجليزي؟ لا. فدايما الروابط هي المهمه. طيب.
فانت عندك اول حاجه بقى ودي اخطر حاجه هي دورها الرقابه الماليه على الانديه ودي حط 100 خط تحتيها وده اللي حصل في موضوع ميسي. موضوع ميسي الرقابه الماليه على الانديه انا باجي اشوف يبقى الاثنين على الاقل يبقى فيه اكيد او الاثنين زي بعض او دايما ايراداتك تبقى اعلى من مصاريفك. لو حصل مشكله او ديون بيبقى فيه بتقف هنا ويبقى فيه تدخل من اللجنه الماليه اللي هي داخل الرابطه عشان اضمن حقوق اللعيبه واضمن حقوق الناس اللي موجوده عندك واضمن انك توفي بيها ما تكونش مديون ويبقى فيه عداله. دي حاجه. واللعب النظيف. اللعب النظيف وده اتعمل سنه 2014 لليجا لما جت عملت كان في اجتماع انديه واقروا الرقابه الماليه تزامنا مع الويفا وقدروا ان هم يعملوا الموضوع ده. وما عملوا الموضوع ده كان فيه على فكره خلاف مع الحكومه ساعتها في البث وهي هتستقل بذاتها وقعدوا اتخانقوا هم في موضوع البث واحنا كنا بنتخانق في البث وهم كانوا بيتخانقوا هناك في البث برضه يبيع يا جماعه ولا يبيع فردي كان عنده نفس القصه بالظبط. واتفقوا في الاخر ان يبقى في ماتش واحد اوديو فيجوال ده بيتباع اسبوعيا. فانت جاي الرابطه زي ما احنا كده اتكلمنا على الحقوق الرابطه زمان في الدوري الاسباني كانت 18 لواحد. يعني ايه؟ يعني انت برشلونه بياخد 18 يورو اي نادي واحد يورو. دلوقتي بقت 3 لواحد فانت بتقلل. طيب الروابط دورها ان انا عاوز ابيع جماعي. عشان ابيع جماعي مثلا السنه دي في لا ليجا انت عندك في 20 في الدوري الاول الدرجه الاولى وعندك 22 في الدوري الدرجه الثانيه. اللائحه اللي معموله في لائحه النظام الاساسي في الاتحاد المصري في رابطه للدوري الممتاز وفي رابطه للدرجه الثانيه. هم عندهم الرابطه بتمسك الاثنين الاثنين وبتطلع 1% ل 64 اتحاد. خلي بالك هي ليها ادوار ثانيه، ليها ادوار ان انا بجيب ريفينيوز او بجيب مداخيل. 64 اتحاد ولا 64 نادي؟ 64 اتحاد. ازاي؟ يعني انت عندك اتحاد الباسكت اتحاد انت عندك فيه 14 مليون يورو. الرابطه الاول بتاعت اسبانيا وفقا لشركه اسمها برايس ووتر كوبر تقريبا على ما اظن يعني دي طلعت ان انت الرابطه في 2017 ل 18 موسم 2017 18 دخلت 17.6 مليار يورو. أيوة فانا بطلع 14 كوره بيدخلوا ليه للسله والالعاب الثانيه؟ ما هو انا من ضمن رابطه انا عندي يعني في ادوار ثانيه سواء خدميه او اجتماعيه انا بعمل كده وبطلع للامن وبطلع لحاجات كتير جدا. انا مداخيل على فكره جباره. لا ده انا هقول لك ارقام هتلف يعني يعني ارقام كبيره ومداخيل ازاي عشان بس تعرف الرابطه دي عامله ازاي. رابطه مش رابطه انديه ومسابقه لا لا ادوار كبيره. والرقابه الماليه دي ليها دور كبير يا ابراهيم. ليه؟ ان واحنا موجودين في الاتحاد كان في مشكله في موضوع الرقابه الماليه على نادي الزمالك. كان انت ما ينفعش يكون نادي زي نادي الاهلي ونادي الزمالك بياخدوا رخصه مؤقته سنويه. كل سنه كده. طيب ايه المعايير عشان تاخد الرخصه دايما؟ طبعا تبقى اول حاجه معايير طبيه يبقى عندك عياده او داخل النادي. عندك استاد او ملعب. عندك قطاع ناشئين. دي حاجه. ويبقى في ميزانيه. هل الميزانيه بتقدم للاتحاد؟ بتقدم بس ما حدش بيراجعها. لكن المفروض الميزانيه تبقى انت شايف المصاريف عشان تضمن العداله للانديه. صحيح.